أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما فهمت منه أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره هو فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقط، وإذا أراد السفر أو قدم من سفر. وفهمت منه أنه يضعف فعل ابن عمر هذا لعدم فعل بقية الصحابة له كالخلفاء الراشدين، فهل هذا الفهم صحيح؟ لا، ما هو صحيح. والشيخ لا يمنع من أن القادم إلى المدينة إذا قدم أنه يذهب يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، يدخل ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور، يدخل قبره من باب أولى عليه الصلاة والسلام. نعم.